الأولويات الخمس ذكرها السيد الرئيس اللي هما المدرسة، الصحة، التشغيل، الشباب والتضامن. هذه الأولويات الخمس مرتكزات بالنسبة للحزب أو الأوراش بالنسبة للخمس سنوات المقبلة. طبعا خص الحزب يجي الأول لأن البرنامج الانتخابي يكون هناك قدرة على توطيده وتفعيله إذا كان في مركز يعني متقدم. انبثقت من شيء أساسي هو خدمة المواطن، انتظارات المواطن. هذه الخمسة الأولويات تهم كل المغاربة وربما كان هناك إجماع. فإذا سمحتوا لي غادي نبدأ بالتعليم. بالنسبة للتعليم واللي هو أولوية الأولويات واللي هو ثاني أولوية بعد القضية الوطنية كما أكد ذلك جلالة الملك حفظه الله، الكل يتفق على إصلاحه واستعجالية الإصلاح. وكانت هناك محاولات لم تنجح كليا، كانت هناك أهداف حققت باش ما نقولوش يعني غير منصفين. كان الحمد لله يعني حققنا التعميم إلى حد ما، تعميم التعليم، ولكن كانت سياسة الكم، سياسة كمية، وحتى هي كما قلت ما حققناش كل الأهداف. الآن بعد هذه التجارب ديال الميثاق وديال البرنامج الاستعجالي اللي خطير، أنه هناك إحساس بأن هناك يعني استسلام ورضا بالقضاء والقدر. هذا ليس قدرنا. الشعب المغربي بمؤهلاته، بتاريخه، برفعه لكل التحديات قادر على أن يطور قطاع المنظومة التعليم، لأنها البداية والمنطلق لكل شيء. راه نساو البرنامج كله إلا ما كانش إصلاح التعليم وإصلاح هذا المواطن ديال الغد، لأنه مرتبط بالاقتصاد، مرتبط بالشغل، مرتبط بالمواطنة، مرتبط بكل شيء، راه لا يمكن أن ننجح غدا في رفع كل التحديات. أعتقد أننا نحتاج في هذا الوقت إلى تعبئة، ربما اسمحوا لي هذا يعني هذه المقارنة تلائم التعبئة اللي كانت في المسيرة الخضراء. تعبئة ونهضة لكل المواطنين. والحمد لله أرى بكل افتخار أنه كان واحد الضغط الآن شعبي على الأقل في الفضاء الأزرق، ما عرفتش تبعتيوه، بالمطالبة بمدرسة مغربية عمومية مجانية ذات جودة تؤكد تكافؤ الفرص أو تركز تكافؤ الفرص وتخدم الارتقاء الاجتماعي. ولهذا نركز على التعليم، ونعتقد أن المدرسة هي البداية وهي الغاية من كل شيء. القوة الإصلاحية، والآن عندنا طبعا واحد النظرة يعني فيما يتعلق بالإجراءات، لكن كلها راها مضمنة على كل حال في الخطة ديال المجلس الأعلى للتعليم والتنزيل ديالها عبر القانون. ولخصنا ندوزو من تدبير كمي لقطاع التعليم كمي إلى تدبير كيفي، تدبير ديال الجودة، تدبير يعني ديال راه المشكل ماشي في الموارد المالية، المشكل في المقاربة اللي خصها تكون. هذه المقاربة نعتقد أن هناك ثلاث قوات إصلاحية لازم تكون مشروكة. أولا الجسم أو الهيئة التدريس. هيئة التدريس هي القوة الإصلاحية الأولى لتغيير منظومة التعليم. الأساتذة والمعلمين إذا لم يكونوا هناك انخراط تام، ولكن باش يكون انخراط تام يجب أن يكون لهم إعادة الاعتبار المعنوي والمادي والتكويني. ثانيا القوة الإصلاحية الثانية هي مدراء المؤسسات التعليمية، المدير، لأن دابا مثلا نشوفوا الفرق بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهو هذا أيضا من المشاكل ديال بلادنا في التعليم. هناك سرعتين للتعليم، القطاع الخاص القطاع العام. القطاع الخاص راه فيه مدرسين مغاربة، فيه يعني مدارس تشبه المدارس العمومية، ولكن النتيجة والفرق فين كاين؟ كاين في التدبير والحكامة. والتدبير والحكامة ديال القطاع ككل والمؤسسات العمومية خصو يكون المنطلق ديالو هو المدير المؤسسات العمومية. العنصر الثالث هو آباء وأولياء التلاميذ. علاش أسيدي ملي كيتقطع الضو في شي شارع كتلقى الناس كتغوت، ولكن ملي ما كيجيش شي معلم ولا شي استاذ ما كنكونش عندنا نفس
الحماس بالمطالبة بإعادة يعني الاعتبار للمدرسة.